بمشاركة ما يقارب 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات السورية، انطلقت في محافظة طرطوس مسابقة رواد الطلائع المركزية على مستوى القطر في مختلف الاختصاصات، رياضيات وفيزياء وكهرباء والإلكترون ومعلوماتية وإعلامي صغير وموسيقى وفنون وثقافة ولغات ورياضة. أكيد طرطوس التي تنعم بالأمن والأمان هم أهلها، أيضا استقبلوا أبنائنا من كل المحافظات واستضافوهم أيضا في بيوتهم، وهذه ليست المرة الأولى لأبناء طرطوس الكرماء والطيبون. أكيد لأننا أبناء حياة، لأن طرطوس تعشق الحياة وإرادة الحياة، هي تقاتل في كل الميادين، سواء أبنائها على جبهات الحرب وميادين القتال أو في الداخل من خلال العمل المجد والمثابر. تعالى بكل بساطة تأخذ عدة مناحي. المنحة الأول أن سوريا بخير، سوريا عاد لها الأمن والأمان والاستقرار، نعيش أجواءنا الطبيعية، نعيد إعمار الوطن ابتداء من الأطفال، إعادة إعمار البشر ربما تكون أهم من إعادة إعمار الحجر. هي فرصة للتنافس بين أبنائنا جميعا في كافة الاختصاصات، أكثر من 49 اختصاص. هؤلاء أبنائنا على مستوى القطر العربي السوري عم بيعملوا مسابقة رواد، وأيضا تم استضافة في بيوتات طرطوس التي قدمت آلاف الشهداء، أيضا في الوقت ذاته تحتضن أبناء الوطن وتستضيفهم وتجري لهم مسابقات الرواد لتنمية مواهبهم، لأن هؤلاء الأبناء هم عدة مستقبلنا. المحافظة قدمت للعام الثاني على التوالي التسهيلات اللازمة لإقامة هذا النشاط المتميز الذي يلتقي من خلاله أطفال سوريا ويقدمون ما لديهم من إبداعات ومهارات في مختلف المجالات، وهي رسالة السوريين للعالم في مواجهة الإرهاب بأنهم مستمرون في مواجهة القتل والدمار والتخريب بالعلم والتميز والنشاط الهادف. اسمي حلا عيسى، رائدة بمجال العزف على الأورك، اجيت من محافظة دمشق. بحب لما أكبر أني صير عازفة، شارك بفرق غنائية وأعزف، وإن شاء الله بحقق الحلم. أنا من محافظة طرطوس، شاركت لأنه أخذت أول على القطر، فحبيت أنه يعني طلع قرار في بطولة الجمهورية، حبيت شارك باسم محافظتي. أنا من محافظة حمص، اليوم جاي أقدم فحص للرواد وإن شاء الله منفوز ونجح. أنا من سلمية من محافظة حما، الأسئلة كتير سهلة، طبعا أنا جاي قدم امتحان على مستوى القطر بالعلوم. عم بلعب كرة طاولة وبشارك لحتى أصير كبيرة وموهوبة فيها. أنا جاي من محافظة ريف دمشق من جرمانة، الأسئلة كتير سهلة وأنه لمجالنا ونحن حتى بنستفيد منها لنكبر، وأنا حابة أكون صحفية إعلامية. أنا من محافظة أدلب وجاي شارك بالغناء بالمهرجان المسابقات الرواد، وإن شاء الله بتمنى أنه فوز أنا وكل رفقاتي. يا ابني بلادك قلبك أعطيها وغير فكرك ما بيغنيها. الأهمية الكبيرة لهذه المسابقات تعود في خلقها حالة من التواصل الاجتماعي والإنساني من خلال استضافة أبناء محافظة طرطوس في منازلهم، الأطفال القادمين من بقية المحافظات للسنة الثانية على التوالي لمدة يومين متتاليين، وهو تأكيد أن طرطوس أم الشهداء، مدينة العلم والتفوق، مستمرة في العمل والبناء والمقاومة حتى تحقيق النصر على الإرهاب.